السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة معانيدو. في هذا الفيديو هذا غنشوفوا الاشغال ديال الجنبات ديال الطريق من جهة هنا الملعب ديال ادرا من جهة الدخلة اللي حدا ماكدونالد، غنمشيو حتى لجهة النفق ديال الحي المحمدي ونشوفوا الاشغال يعني كما تشوفوا. شوفوا هنايا حنا دابا في الدخلة ديال ماكدونالد، وعندنا جهة الملعب، جهة الملعب أدرار. ونشوفو الدخلة يعني هنا الأشغال على الجنبات هما هادو. الطريق دابا راه حبسوها، عندنا اشغال دابا هنا التسفيت ديال الطريق هادي اللي حدا الملعب ديال ادرار، و حدا تدخل المدخل اللي جاي تاع ملعب ماكدونالد ديال ادرار. عندنا ليه الا درنا عليه من فهاد الرونبوا غادي يمشيو للداخلة. إذا الأشغال ديال التسفيت كما تشوفوا هنا ولا تعدي حتى لهاد الجنبات هنا، هنا راه كان غير الطرار. دابا هنا دابا غيديروا ممر ديال الراجلين، غتكون الأمور مزيانة. وغيعاودو حتى الأعمدة ديال الإنارة حتى هي غادي يعاودو ليها. شوفوا هنا راه يعني كاع الجنبات ديال ملعب ادرار هي راه غادي تعاود، يعني هاد البلاصه هنا قدام راه غادي تكون مدبده ان شاء الله، يعني بدات ديال الامور مزيان. وباقا الجهه الاخرى حتى هي راه حابسه، لا حتى هي راه غيوليو لها بحال هكذا نيت. يعني الاشغال راه مستمره في مدينه اكادير صراحه، شحال من بلاصه تقدرت يعني اللهم بارك، الامور غاديه وتتقد. هذا كما قلنا هذا المدخل ديال الملعب ديال ادرار، ومن موراه كاين الطريق اخرى، طريق سريع يعني ديال اللي جاي من مراكش ما باش يدوز من هنا، يعني دغيا يوصل تما بلا ما يخوف السحاب هذا اللي كاين هنايا. هنا كنشوف الاصلاحات راه في الدارين، كاين التسفيت. ما تيعصو الطريق ولا اش تيديرو. حتى لهنا يبداو هنا يعني غيكملو هادشي غدا ان شاء الله. وغيعاودو حتى الأعمدة ديال الإنارة، وهنا تقريبا غيكون شي بارك صغير فين يبلاصيو الطونوبيلات. مزيان حتى مزيان.
هاد الشحن يدخل الخضرة ويدير التسفيت هنا حتى هو. وغادي تجي حتى هاد البلاصة هادي حتى هي. حتى الإنارة غادي تولي كتيرة هنايا وغادي تولي أمور مضوية مزيان. عندنا هي جهة هي تيبان ليكم راه كاين داك السور اللي داير على التيران يلا تقدر حتى هو جديد قدامي فيه. عندنا هنا الأشغال يعني هاد الطريق غادي حتى تدي للحي المحمدي تدي كذلك حتى للمرصى. الماء خدامين الله ما بالك دابا باقي ما سالاوش مازال يدوزو ليه التريطوارات وهذا باقي ما كملوش. ندوز نشوف شي واتر هنايا